السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا أحباب؟ أتمنى يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. بلقائنا اليوم مع أحمد صالح وفي صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت، رح نتعلم تقنيات جميلة على كيفية تصميم وإعطاء الإنيميشن للحروف المضاءة، نسميها خط الإنيون. هذه التأثيرات ممكن نرسمها على كتير من البرامج، لكن كيف نطلع تأثير الإنيون المتحرك تماما مثل ما شايفين على الشاشة؟ هذا هو فحوى لقائنا بمهارة جدا جميلة في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. تكرما وعلى عجل، ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو لتساهم معي بإيصال هذه الأفكار إلى أكبر قدر ممكن من المهتمين. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. يلا حتى نبدأ يا أصدقائي بلقائنا البسيط والجميل والمتميز بهذا اليوم. طبعا أصدقائي، أنت ممكن تصمم هذه الحركة الجميلة في بداية مقدمة، أو أنك تعملها مقطع فيديو تمام تستخدمها كإنترو لمشروع لأي شيء على بالك، فالموضوع شيق للغاية. نبدأ على بركة الله. بعد ما نقوم بتشغيل برنامج مايكروسوفت باوربوينت، رح أنقر باليمين وبتوجه إلى اللي أوت يلي هي تخطيط، وبنختار بلانك أي شريحة فارغة. طبعا احنا بداية محتاجين يعني صورة جدار او حائط او ما شابه ذلك. انا كنت محضر لكم من موقع البيكساباي هذه الخلفية، رح اترك الرابط موجود في صندوق الوصف عشان تقدروا تشتغلوا عليها بنفس الطريقة، او يعني تبحثوا عن شيء بديل عن نفس الموضوع. لكن احنا الان رح نشتغل على هذه الصورة. رح انقب اليمين ونختار نسخ الصورة، وبتوجه إلى برنامج باوربوينت ونعطي لصق للصورة حتى يتم تحميلها من الموقع وعرضها في شريحة باوربوينت. بتوجه إلى بيكتشر فورمات، ومن ثم بنختار جروب بنسبة 16:9، وبنكر بأي مكان، بسحب الصورة إلى الزاوية وبنكر مع السحب لحتى يعني نعبئها ملء الشريحة بالضبط. إذا كان الألوان شوي في عندك يعني فيها الفتوح، محتاج تكون أغمق من هيك، في أكثر من طريقة للتعامل مع هذا الموضوع، إما من خلال التأثيرات الخاصة بالصورة يعني الألوان والإضاءة والإشباع، أنك تشتغل على هذا الموضوع من هو مثلا تمام، أو إذا حبيت يكون الموضوع فيه التكستشر أو ملمسك الخاص، توجه إلى قائمة الإنسيرت ومن شيبس اللي هي أشكال، نختار مستطيل وبرسم مستطيل على قدر فراغ الشريحة بالضبط. ممتاز، بختار الآلة بدون خط رسم من تبويب يعني الفورمات شيب، بختار نو لاين، والتعبئة بتختارها بلون أو تدرج لوني. خلني أجرب تدرج لوني للونين واختار اللونين أسود عشان أعمل منطقة حادة بارزة ومنطقة تانية مش واضحة. خلني أول شيء أختار الاتجاه وليكن مثلا من زاوية بهذا الشكل، والتاني أيضا باللون الأسود. تمام، عندي هذه بعملها شفافة بنسبة 100%. لاحظوا العتامة اللي صارت عندي يا هون، بحسن أنا بقربها بعتمها بعملها شفافة الموضوع يلي بيناسبك. إذا حبيت تعمل إضاءة فقط من المنتصف الموضوع، بتختاره من هون من النوع، بنختار الريديال اللي هو الدائري، وبختار يكون عندي من المنتصف. تمام، الآن رح أعكس الألوان، يعني هذا رح يكون تمام 100% وهذا رح يكون شفاف 100%. ففينا نضيف الحواف السوداء مثل ما شايفين على شكل دائري، ففيك انت تزين الموضوع بالطريقة يلي بتناسبك. خلني ارجع الى الموضع السابق او الوضع السابق، ولكن معانا مثلا بهذا الشكل، وهيدي كمان رح نعمل شوي شفافية، وهيدي رح نرجعها شوي للخلف عشان اعمل منطقة عزل ويضح معانا خط الانيون بالتمام والكمال. أصدقائي من موقع الجوجل تايب أو جوجل فونت، عفوا هو موضوع خطوط جوجل، في عندي الخط الموجود باسيفيكو، هذا الخط الجميل ممكن أنا أستخدمه لما بحب أني أنا أصمم الانترو أو المدخل باللغة الإنجليزية. الأحرف العربية بتبحث على بديل، لكن بنفس الطريقة تشتغلها بالضبط، ممكن تحمل العائلة كاملة داونلود فاميلي، وهذه خطوط كلها مجانية ومقدمة من جوجل. أيضا رح تشوفوا رابط تحميل هذا الخط بصندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. رح أرجع إلى برنامجنا في باوربوينت، وبتوجه إلى قائمة الانسيرت يلي هي إدراج، سواء اخترت تكست بوكس أو وورد أرت ما عندك مشي في الموضوع. خلني أختار تكست بوكس مربع نص، وأبدأ بكتابة الحرف الأول وليكن عندي حرف الـ A.
طيب خلنا نكبر حجم الخط شوي عشان يكون الموضوع واضح لألكم، وخلني أختار عائلة لونية وليكن عندي مثلا هذا اللون. خلني أبحث عن الخط، بنقر في مربع أنواع الخطوط، ببدأ بكتابة أول حرف أو حرفين مثلا وبنزل بالسهم لحتى البرنامج يساعدني إيش بكل أنواع الخطوط تبدأ بهذه الأحرف. هذا هو الخط الباسيفيكوم اللي تكلمنا عنه، بجيب اختاره مثل ما انا شايفين بالضبط. الخطوة الثانية رح نرجع الى الشيب فورمات مثل ما انا شايفين، وعندي الخيارات الخاصة بالتكست اوبشن بهذا المكان، بجعل للنص او الحرف بجعله يعني حواف. تمام، خلني اختار مثلا باللون الابيض وبختار سماكة لونية وليكن معي مثلا هذا الشكل. خلني كمان اكبر شوي عشان يعني يضح التصميم بالكامل لألكم. تمام، انا عبأته بلون وعملت ايش، عملت حواف. الان وانا محدد على التكست بوكس اي مربع النص يعني، وفاتح المربع المهام الخاص بالفورمات شيب، في عندي هون التبويب اسمه تكست اوبشن اي خيارات النص او تنسيق النص. تمام، بتوجه الى الظل وبنختار نمط الظل سنتر. تمام، وبجي بختار لون اضاءة وليكم من نفس اللون اللي نحن اخذناه للتعبئة. تمام، طيب وبنجي الى السايز. لاحظ شوي رح نعمل تكبير للسايز. لاحظوا الاضاءة يلي ظهرت عندي، بجي بعملها بلور يعني تمويه عشان احصل على الاضاءة. طبعا هو الحجم الان كبير شوي، تمام، عشان فقط انكم تشاهدوه الان رح نقلل الحجم بما يتناسب عن بحيث ان انا احصل على الاضاءة فقط لا غير، يعني اقلل الشافية كمان شوي. تمام، واقلل كمان الحجم بحيث احصل على يعني بحيث يكون سوفت او ناعم الاضاءة بحوالي الحرف. ممتاز وجميل للغاية. بعمل كنترول زائد دي وابدأ بكتابة الحرف الثاني واللي هو على سبيل المثال اتش، اللي نحن اعتدنا انه انا ماني حفظان غير اسمي. طيب خلني اركب الحرف وليكن مثلا بهذا المكان. اذا حبيت انك تكتب الحرف الاول حرف صغير ما عندك مشكلة، لكن انا كتبته حرف كبير كون هو اول الكلمة. بجي بكتب حرف الام، هذا حرف الام، كمان بحرك وبركبه بالطريقة اللي بتناسبني وليكن بهذا الشكل، وأيضا كنترول زائد دي بحط حرف الإيم، هذا حرف الإيم، كمان بسحبه على هذا المكان، وأخيرا كنترول زائد دي وبحط حرف دي. أعتقد صارت معي كلمة أحمد مو هيك؟ تمام، مركبة بشكل جميل وبسيط للغاية. بنفس الطريقة رح نختار حرف، يعني هذا الحرف أعمل له دوبليكيت وبجيبه لهون مثلا عشان نعمل الكونيم او الديسكريبشن الوصف الاسم الملحق اللي انت محتاجه. تمام، بجي بغير اللون للتعبئه، خلني اختار وليكن على سبيل المثال كله يكون مضاء. تمام، ومختلف عن اللون الاول، اختار مثلا هذا اللون. وبنفس الطريقه يعني برجع بغير الاضاءه، بنغير لون الاضاءه. حلو الكلام، هذا هو لون الاضاءه نحن كمان غيرناه اللي هو معتمد اساسا على الظل. طيب أبدأ بكتابة الأحرف، هي حرف الإس حرف كبير وكنترول مع الدي، برجع بختار حرف الأي بسحبه كمان لهون وبعمل كنترول زائد دي بحط الإل. تمام، وكنترول مع الدي مكتوب حرف إيم، وكنترول مع الدي مكتوب الأتش. ممتاز وجميل جدا جدا، وبتلاحظوا الإمكانيات حلوة ومتميزة وبسيطة سواء من حيث التصميم أو حتى من حيث الفكرة اللي هشتغل عليها. بعد ما انتهينا بكل هذه العملية صف عندي موضوع الإضاءات، كيف أعمل إضاءات يعني أكثر من هيك بحيث تكون هي خلفية الاسم. خلني أتوجه إلى Insert وبناخد من شيبس الأشكال شكل بيضاوي، أرسم شكل بيضاوي عادي. برجع بتوجه إلى الفورمات شيب، الآن بختار No Line وبختار Gradient Fill تعبئة متدرجة. تمام، الآن ما بختار لا Liner ولا بنختار أي نوع، بنختار الباث عشان يكون مسار. تمام، هذا اللون اللي بالداخل، خلني أنا أغير ألوان بداية، اختار نفس اللون. تمام، واللون بالاخير خلني كمان برضو اختاره نفس اللون، لكن اللون الخارجي بعمله شفاف بنسبة 100% بيكون حصلت على الاضاءة مثل ما انا شايفين بجماليتها. بسحب على هذا المكان وبعملها send to back. شو بنعملها؟ send to back، ارسال الى الخلفية. طبعا هي رح تكون خلف الصورة بالمرة، برجع بعمل احطار الى مقدمة مستوى واحد، انا محتاج تكون هي خلف الاحرف فقط لا غير. تمام، طيب بنكبر الإضاءة بمكان معين وليكن حصلت على الإضاءة
بهذا الشكل، تعمل روتيت، تعمل اللي انت محتاجه. يعني الموضوع تصميم جميل جدا جدا. بختار كنترول زائد دي وراح نغير الالوان ببساطة الى اللون اللي نحن اخترناه، هذا اللون الاول وهذا اللون الاول، برجع عيده مرة تانية وبعمل هون شفاف بنسبة 100% عشان احصل على ايش؟ على الاضاءة. تمام، بنفس الطريقة بنسحب على هذا المكان بحيث يكون يعني موضوع الاضاءة جميل، وبختار send to bag وبعطي ارسال الى المقدمة مرتين، مرة عشان الخلفية تمام، ومرة عشان ايش يعني الصورة الموجودة او اللون الاسود اللي وضعناه التكستشر. تمام، وبتصغر وبتكبر حسب انت المساحة المحتاجة وليكن معانا مثلا بهذا الشكل يا اصدقاء. بعد ما انتهينا من التصميم بتبدأ مرحلة تأثير الانيون، وهذا الموضوع الشيق والجميل. بتوجه الى قائمة الانيميشنز، بنفعل الجزء الخاص بخصائص الحركة أو الأوامر الخاصة بالحركة، نقوم بتحديد كل الأحرف مع مفتاح الشيفت أو مفتاح الكنترول، وبضيف يعني التأثير البسيط هو الفيد. تمام، وبجي بختار يكون عندي التأثير بعد السابق، والمدة الزمنية بأقلها اللي هي 0.1، يعني أقل مدة. أنا برجع كمان بحدد مرة تانية مع مفتاح الشيفت كل الأحرف ببساطة، وبرجع بعطيه Add Animation وبنختار الفيد، يعني بكرر التأثير مرة تانية. ما باخده من هون، هو رح هون موضوع التعديل على التأثيرات، لكن هون Add يعني إضافة تأثير جديد. نختار الفيد نفسه، نفس المبدأ بختار يكون عندي بعد السابق، وبضبط المدة الزمنية على 0.1، تكون معنا بهذا الشكل. تمام، برجع بضيف كمان مرة ثالثة 1 2 3 4 هذه الأحرف، بتوجه إلى Add Animation تمام بهذا الشكل، بختار يكون عندي اياها بعد السابق والمدة الزمنية تمام كمان 0.1 عشان تكون معنا بهذا الشكل، وبختار بعد السابق. فالان احنا لو شغلنا تمام وضحت لكم الرمشات الموجودة بهذا الشكل. الفكرة الان بالموضوع، الفكرة بالموضوع انا بدي اعمل، طبعا بامكانك تزيد الحركات اكثر من هيك، يعني خلني اعيد مرة تانية، يعني بإمكانك تضيف حسب المدة اللي أنت محتاجها لمدخل النص. يعني بالعموم بختار الفيد مرة تانية، وبختار يكون عندي بعد السابق، وبختار المدة الزمنية 0.1، خلاص مش مطلوب أكثر من هيك منك إطلاقا. اللي رح يعطي الجمالية بالموضوع هي يعني عدم الترتيب بإظهار الأحرف وأخفائهم. تمام، طيب، فلذلك بشكل عشوائي انك مثلا تنقل هذا التأثير الاعلى، هذا بجيبه لهون، هذا بجيبه للاعلى، هذا بجيبه لهون، وهذا الاعلى، بعمل شوية خربطة بالتأثيرات، وما اعتقد الموضوع صعب عليكم لان نحن كلياتنا بنحب الخربطة، ما هيك؟ فقط انه نحن يعني نعمل اعادة ترتيب تمام بشكل عشوائي لهذه الازرار او لهذه الاوامر من التأثيرات. خلنا نشغل تمام، بيكون ظهر معاي يعني إضاءة الأحرف بطريقة احترافية جدا، هي إضاءة الإنيون تمام إن صح التعبير بهذا الشكل. بنفس الطريقة الآن رح نعطي فيد بعد ما انتهي كل هذه الحركات إلى الإضاءة الخلفية، خلني فقط إن أحصل عليها من خلال الشيب فورمات ونفعل السليكشن بان. هذا هو الشكل اللي بيكون عندي إياه، الظل أو الإضاءة بالخلفية بحدد عليه، وبتوجه إلى التأثيرات كمان بنفس المبدأ، بتوجه إلى إنيميشن وبنعطي كمان فيد بحيث يكون مثلا مع السابق، مع السابق تمام، يعني خلال ظهور التأثيرات كلياتها تظهر معنا يعني تظهر معنا الإضاءة اللي بتكون معنا بالخلفية. المشغل ونشوف تمام، شاهد الإضاءة كيف ظهرت معنا بهذا الشكل. نفس التأثيرات نرجع ونطبقها على الكلمة الثانية. طبعا ممكن نضيف معك تأثير الصوت الخاص بالأصوات اللمبات الكهرباء يلي يعني بنشوفها نحن كثير من الدعايات على MBC وما شابه ذلك. بس يلي انتهيت بالموضوع وحبيت تعمل هذا الموضوع انترو كفيديو كامل، تتوجه إلى قائمة الفايل وبنختار اكسبورت وبنختار جرييت اي فيديو، بتختار الدقه فول اتش دي، وبنعطي هون ايش جرييت فيديو لحتى انا ابدا بتصدير العمل كاملا كمقطع فيديو، ويصير معك انترو جميل اسمك بخط الانيون، تستخدمه باي برنامج كان سواء في باوربوينت او صغير باوربوينت. اتمنى يا رب ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فلا تنسوني من الدعاء والتفاعل والدعم. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.